حبينا من خلالها نقدم برامجنا الفردية واللي فيها بعض كما يقولوا ليزاكس المشتركة باش تكون بين جمعية بصار وجمعية جي اس اف. دونك السبع جمعيات شريكة هذه باش تكون متواجدة على طيلة المسار الانتخابي هذايا. كجمعية المركز التونسي المتوسطي نلاحظوا الانتخابات من منظور النوع الاجتماعي. المركز التونسي كما سبق وقلنا توجد على في جل أو جميع المحطات الانتخابية السابقة من سنة 2011، وما رعنا إلا أنه من سنة 2011 إلى سنة 2024 نسبة مشاركة وإلا نسبة تمثيلية النساء في المجالس النيابية وإلا في المجالس الشعب وإلا كنخبات وإلا كمترشحات وإلا تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة هذه كانت ديما في تراجع، يعني دينا نسبة مقبولة نوعا ما، بعد تحت شوية، بعد النسبة في آخر انتخابات كانت ضعيفة أو ضعيفة جدا إلى أنه لم تتجاوز 10%، وهذا الحقيقة نسبة تخلينا نتسائل علاش إلى حد اليوم وبعد المحطات الانتخابية هذه الكل ما زالت نسبة مشاركة المرأة وإلا تواجدها في الشأن السياسي ضئيلة وضئيلة جدا، وهذا في حد ذاته يخلينا نبحث على حل جذري سواء كان حل معناها فيما يخص القوانين وإلا التشريعات وإلا حل جذري كما نقولوا للتحديات اللي ما زالت تشاهدها النساء في الحياة اليومية وفي الحياة العامة قبل ما نوصلوا للحياة السياسية. هذيك علاش احنا كمركز ما زلنا متواجدين لملاحظة الانتخابات وتحديد الفروقات والتحديات اللي من شأنها باش تعيق مشاركة النساء هذوما، ومش نقوموا دائما في برفعهم في تقارير ورفع توصيات خاصة بالحاجة هذه. من بعض الأسباب اللي تخلي نسبة النساء متراجعة وإلا في تراجع هو الهرسلة وإلا العنف اللي قاعدين يتعرضوا النساء المترشحات بنسبة كبيرة من سواء من خلال منافسين ليهم وإلا من خلال العائلة وإلا المحيط تاعهم، وهذا ما شدناه في آخر انتخابات تشريعية إلا أنه بعض المترشحات تعرضوا العنف والهرسلة رهيبة جدا وسط مسح حتى عائلاتهم وأطفالهم، مما خليهم ما ينويوش حتى إعادة الترشح في أي محطة انتخابية كان. ونقولوا اللي النساء بطبيعة باش يراو الأمثلة هذية بطبيعة باش يخافوا وباش معناها ما يكونوش مشاركين بالنسبة الكافية، ولأنه لحد الآن ما فماش قوانين معناها تجرم الاعتداءات هذية وإلا العنف هذا اللي يخلي النساء ديما في تخوف كبير.